وكذلك أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يعني احفظوها، إذا ما بتحفظونها ما تقولونها ما راح نقولها. ها نبي نخلص المسائل، الشيخ يبي يخلص المسائل. ها أيضا خصه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا أبا بكر لا تدع دبر كل صلاة، والله إني أحبك. ها حبك يا أبو بكر، ها وبيني وبينك امسكها هذه وقولها دبر كل صلاة. ما هي؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، احنا ايش نقول؟ احنا ايش نقول؟ ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما تركها أبو بكر الصديق يا شيخ، والله ما تركها، ومشايخنا يقولون من يوم عرفناها أيضا إيش ما تركناها. فلا تتركها يا عبد الله قبل ما تسلم.